نبتدي معاكم أول الأخبار من عند أخبار اتحاد الكرة. وخلال الساعات الماضية في كلام عن ترشيح اسم البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إنه هو يدرب نادي الزمالك بعد نهاية الموسم ده. ده هيكون بعد انتهاء مشوار منتخبنا في أولمبياد باريس 2024. من خلال التواصل مع المسؤولين في اتحاد الكرة أكدوا إن ميكالي في إجازة، هيرجع يستكمل المهمة بتاعته مع المنتخب، مفيش أي تواصل معاه لتدريب نادي الزمالك. الناس جاوبت ووضحت الأمر.